السلام عليكم. المنتسب احمد راضي جليل، اداوم وزاره الدفاع. انا الفوج الرابع على اللواء 22، الفرقه الساسه. صار لي سنه ونص اداوم بلا راتب، وانا ما عندي رجال، لا عندي واسطه، لا عندي شيء، اداوم بلا راتب. الله شاهد، حتى كرو ما عندي، وهاي وضعيته انت تشوفونه. لا عندي بيت، لا عندي شيء. انا اشيل السيد قائد عمليات المحترم، انا اشيل السيد رئيس اركان الجيش، انا اشيل الوزير، كل واحد بي غيره انا اجده، كل واحد شريف انا اجده. هذا وضعي تشوفوه، لا عندي بيت، لا عندي شيء. الله شاهد، من تمطر الدنيا الله شاهد، احط جالي واقعد للصبح، ما عندي. انا رجال فقير، وانا اجد كل واحد بي غيره، وانا اجد كل واحد بي غيره، وكل واحد شريف يطلع لي راتبي، ما عندي. انا صار لي سنه ونص اداوم بلا راتب، وهاي وضعيته، ورجال صاحب 4 جهات، ما عندي. اروح واجيب الايكر، والله يشهد، خف والله على جماعتي يساعدوني. أناشد السيد رئيس أركان الجيش المحترم، وأناشد رئيس وزراء، بلكة الله يلبون ندائي ويدزون عليه ويطلعوا راتب ويشوف، وهاي وضعيته تشوفونه.